تعبير وسائل الإخصاب المساعدة. يعني إيه وسائل الإخصاب المساعدة؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حملة. قابلية بطانة رحم لاستقبال الجنين. والدة سليمة وحيوان وسليم بإذن الله جنين سليم. الجنين بتاع أطفال النبيب ده أفضل جنين خلقه ربنا على وجه الأرض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، ازاي المريض يبقى عنده وعي كامل بان انا محتاج الوسيله دي ودي اللي تنفع معايا. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعه باليرمو ايطاليا، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة العين للخصوبة. أهلا بكم. النهاردة احنا بنتكلم على بطانة الرحم المهاجرة، ده الموضوع. بس هفاجئكم، أو بمعنى أصح تعالوا نفكر مع بعض، عشان دي دراسة أصلها يعني دراسة تخوف وتقلق وغريبة، غريبة بس دراسة كبيرة، يعني اتعملت في أكتر من حتة، مش عايز ألخمكم بالتفاصيل. اتعملت فين؟ اتعملت في أمريكا، واتعملت في إنجلترا، واتعملت في فرنسا، واتعملت في أسبانيا. نفس الدراسة، وطلعوا كل الأماكن اللي اشتغلت على الدراسة دي وخصوصا الأمريكان بالنتيجة مهمة جدا، إن بطانة الرحم المهاجرة اللي هي وجود جزء من بطانة الرحم خارج نطاق الرحم، سواء بقى في الحوض في اي حته، بتزيد من خطر الاصابه بامراض القلب ومشاكل الشريان التاجي بنسبه 60%. الكلام النهارده شديد الاهميه، شديد الاثاره، وقول فصل مهم النهارده هنسمعه من ضيف العزيز، قيمه علميه كبيره واسلوب شارح رائع، وبنتظر حلقاته لانه بيفاجئني كل مره بالجديد والواضح والشديد الحده في الفصل ما بين الصواب والخطأ، ما بين الأبيض والأسود. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، أهلا بك. أهلا بك، وحشني جدا. الله يخليك يا حبيبي. دعنا نذهب في الجزء الأول مع ضيف العزيز إلى الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ بطانة الرحم المهاجرة هي حالة تصيب الإناث يحدث فيها أنسجة خارجة عن إطار الرحم في أماكن غريبة، بعضها يذهب إلى أعضاء بعيدة كل البعد عن الرحم. أبيض طبعا، أبيض. بطانة المهاجرة ليس لها مكان، وكنا زمان بنقول إنها سببها إن بعض أنسجة الدورة الشهرية بتخرج عن طريق القناتي فالوب وتدخل الحوض، وده سبب الشائع، يعني ان بيحصل حاجه اسمها الدوره العكسيه اثناء انقباض الرحم عشان يزق الدم، وعنق الرحم مقفول، الدم يمشي بالعكس ويدخل الحوض. نظريه من ضمن نظريات، ولكن لا تفسر اطلاقا ان مثلا الكبد في بطانه مهاجره، المخ في بطانه مهاجره، اللسان انا عندي حاله عاملها في اللسان بطانه مهاجره. انا عندي حاله يا دكتور ايمن قعدت من سن 14 سنه أو 15 سنة تكشف عند بتوع الجهاز الهضمي بكلا هيماتيمسيس ومناظير، وعملت مشاكل لا حصر لها، ودخلت مناظير وتحجز في الجهاز الهضمي في قيء دموي، قيء دموي. عشان إيه؟ عشان بيجي لها كل شهر كمية دم غير طبيعية نازلة من بقها. تتخيل هذا؟ والله كده. الست دي جات لي جابوها لي وهي قبل ما تتجوز بشهر. هنعمل ايه؟ البنت كل شويه ترجع دم وشكلها يبقى فضيحه في المكان اللي رايحه فيه. فبسال الست، يا بنتي الحكايه دي لها ارتباط بالدوره؟ قالت لي هي ما بتجيليش على كل دوره. ومحدش سالك السؤال ده يعني لها ارتباط بالدوره؟ قال لي ما يجيش حد في باله انها موجوده في اللسان، في قاع اللسان. الست دي خدت 5 دقائق كويت البطانه المهاجره ولا شافت الدم بعد النهارده. يعني تخيل بطانه مهاجره في قاع اللسان. انا مصور فيديو ليها يعني، اجيبه لك في حلقه اخرى يعني. مصور فيديو ليها يعني لسان وكويها بس. خلصت مشكلتها تماما. فمكان البطانة المهاجرة، أنا عندنا حالة في المحلة عندها بطانة مهاجرة في البرين، في المخ، في المخ، وعمل لها مشاكل لا حصر لها، صداع غير طبيعي كل شهر، صداع غير طبيعي يعني بيفرد في الدماغ،
ومش حد قادر يتدخل فيها يشيلها. من الصعب جدا ان اخش اشيلها لانها جوه انسجه المخ مشكله كبيره جدا. اه طبعا دي دي هتسال. شفت انا حاله بطانه مهاجره في الكبد، في السره، في مكان الجرح بتاع القيصريه. اهو بقى الحاجتين دول بقى، حكايه جرح القيصريه جه عشان بطانه الرحم اتنقلت، يبقى فعلا في نظريه ممكن تمشي معانا، وهي ان البطانه المهاجره تنتقل من بطانه الرحم تخش الحوض. بس دي تحصل في مين يا دكتور ايمن؟ واللي لازم نحذر منها الناس بقى، واللي مهم قوي كلامنا النهارده في البنات اللي دورتهم كتيره جدا، بتقعد 10 ايام و8 ايام وبتجي لهم كل 26 25 يوم. المينوراجيا والبوليمينوريا. البوليمينوريا دي هي المشكله. مينوراجيا وبوليمينوريا مع بعض ما بتنهضش، ان الجسم الجهاز المناعي يتخلص من هذا الدم كل شهر. يعني هو المفروض دخل دم في الحوض، الجهاز المناعي يهاجمه يشيله ما يتزرعش. في حاجه اسمها يعني جهاز مناعي اخر بيمنع انزراع الانسجه، ده بيبقى ضعيف جدا عندها. ف يعني الستات اللي زي دول هم اللي بنحذرهم انهم ياخدوا بالهم من الحكايه دي شويه. السؤال القادم سؤال برضو مهم، بعض حالات بطانه الرحم المهاجره لا توجد او لا يوجد بها الم، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ في بعض الحالات ما بقاش فيها الم، بس يعني الغالبيه 99.9% فيها الم. ولكن في بعض الحالات ما بقاش فيها الم، اللي ينهي بقى اللي ينهي الحالات اللي فيها سبوتس بسيطه في الحوض، بيسموها الدرجه الاولى من بطانه المهاجره. الدرجه الاولى من بطانه المهاجره ممكن يكونش فيها الم خالص، ودوره عاديه بتنزل اول يوم بوجع وخلاص. لكن بقيه الحالات، بقيه الدرجات، الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، كل الحالات كلها الم شديد جدا جدا جدا، يبدا قبل الدوره باربع خمس ايام اسبوع، ينزل اول يوم الم شديد، ثاني يوم الم شديد، كريسندو شغال عالي جدا لغايه ما يعدي خمس ست ايام مثلا من الدوره. فده التنبيه اللي عايزين نوصله النهارده. اي بنت مامتها تلاقيها عندها الام شديده في الدوره، من اول يوم الدوره نزلت ما ارتاحتش، ثاني يوم فضلت، ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، لازم نفحصها. لازم نفحصها. وعلى فكره اللي بتتفحص بدري ويتعمل لها المنظار بدري بتنتهي مشكله البطانه المهاجره عندها تماما، قبل ما تخش في الدرجه الثالثه والرابعه. بطانه الرحم المهاجره تشخص باجراء بسيط هو المنظار، ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا. المنظار الباطني في اقل من خمس دقائق بتعرف فيه بطانه مهاجره ولا لا، واذا كانت موجوده بتكوها في خمس دقائق لو بدري. لكن درجاتها بقى هي اهم ما في المنظار تقييم البطانه المهاجره. يعني المنظار بيتعمل اولا لتقييم درجه البطانه المهاجره، الدرجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، والهدف من المنظار ايه؟ يعني هل ده منظار على كيس الشوكولاته، يعني ده كيس اللي بيقولوا عليه كيس الشوكولاته بتاع الست، ودي اللي انا فيها كلام لما يجي السؤال. المنظار في الحاله دي هو الجولد ستاندرد بتاعنا، اللي هو الاساس. ما فيش حاجه اسمها جراحه، ما فيش حاجه اسمها تدخل بالمشرط، ما فيش. لازم المنظار، ولازم الكيس يتشال بالطريقه دي بالظبط زي الست ما بتشيل القشره الجلده بتاع القناصه. يعني القناصه كل الستات بينضفوا القناصه ويشيلوا الجلده، الجلده دي هي كيس البطان. لو تقدر تشيل الجلده دي بسهوله زي ما اي ست تشيلها، تشيلها كده بالمنظر ده خمس دقائق 10 دقائق وخلصت. يعني البطانه بتاخد خمس دقائق 10 دقائق ماكسيموم. ومهم جدا يا ايمن بيه، مهم جدا جدا جدا، ان ما فيش حاجه اسمها اخش اعمل منظار، اخش اعمل جراحه وانا مش مقيم مخزون المبيض بتاع الست دي. ده يعني من اكبر الاخطاء اللي بتحصل في مصر، ان الدكتور يخش يعمل بطانه مهاجره وفرحان بالكيس قوي، وبعد ما خلصنا بطانه مهاجره بقى بطانه مخزون المبيض بقى 4 من 10 5 من 10، يعني قضى على خلفها. اعمل ده بدون النظر للبطانه للمخزون المبيض في حاله واحده بس، ست مش عايزه عيال، خلفت عائلين ثلاثه لكن ما خلفتش، هو ده الغالب انه بقى كلهم ما خلفوش. لا يمكن بطانه الرحم تتعامل بالمنظار او جراحه او اي تدخل الا ما اكون عامل مخزون مبيض كام، لان انا هخش بالمنظار او غيره مخزون المبيض هيقل عندي من 2-3 لـ2. طب لو هو واحد بقى نص او 4 من 10، يبقى انا قضيت على البويضات بتاعها. لان وانا بشيل الكيس بشيل معاه شويه بويضات، وانا باكو اي حته هحرق شويه بيض. يبقى في الحالات دي بنلجا لوسيله اخرى، هو العلاجي مع اللجوء للحقن المجاري. عظيم. السؤال القادم سبب سؤال مهم قوي، بطانه الرحم المهاجره سبب من الاسباب الاساسيه لفشل الحقن المجاري، الكلام ده ابيض ولا اسود؟ هو من الاسباب قله نجاح الحقن المجاري.
لكن علاجه أتفه ما يمكن. يعني هو ده طبعا أبيض، يعني الأسباب الأساسية اللي تقلل نسبة النجاح. نسبة النجاح عندنا 60 تبقى معها 40. إيه السبب في دي؟ حاجات كتيرة. واحد، البطانة المهاجرة بتدينا بيض وحش لأن في حرب شغال. احنا قلنا بطانة مهاجرة يعني في حرب، يبقى نتاج هذه الحرب بيضة وحشة، بيئة غير جيدة لإنتاج بيض كويس، وسيتوكانز وفيها مشاكل يعني كويس. فبيئة غير صالحة للبيضات. لكن أقدر أستعيد بدي بكلام بسيط خالص، اللي هو الألترا لونج بروتوكول، اللي هو البروتوكول طويل المدى، إن أنا أديها قبل العملية 3-4 شهور حقن توقف التبويض تماما، وتبقى البيضات طالعة بعد كده كويسة جدا بدون اللجوء لعمليات جراحية. واعتمد على البريجنانس اللي هيحصل، الحمل اللي هيحصل بعد كده، ان هو ده هيسبب الى حد ما تخفيف جدا البطانه المهاجره. هعتبر الحمل ثيرابيوتيك، ثيرابيوتيك بريجنانس الى حد ما ثيرابيوتيك، لكن هو بيشلهاش، ولكن بتقل بشكل غير طبيعي، وممكن الحمل يتم في الحمل اللي جاي لوحده. لانها فضلت سنتين مفيش دوره. بطانه الرحم المهاجره بعبع كبير جدا لحاجتين، المبايض يسبب مشاكل كثيرة فيهم، وقنوات في اللوب يسبب أيضا مشاكل عديدة لهم. أبيض طبعا، أبيض، بس هو قناة في اللوب ما بيسدهاش، ما فيش بطانة رحم تسد قناة في اللوب، تأثر عليها من برة بس، تعمل سقاط في قناة في اللوب. لكن في أصعب الحالات من البطانة المهاجرة الدرجة الرابعة، قناتي في اللوب مفتوحين، ما بتأثرش عليها إلا إذا كان عندها حاجة اسمها البطانة المهاجرة نفسها في قناة في اللوب نفسها، فتقفلها من قدام، تعمل حاجة اسمها فيمبريوزس، تقفل الفيمبريا، تقفل الأطراف الخارجية، أماكن الالتقاط الأخيرة في القنوات. لكن في الغالب في البطانة المهاجرة، ودي حتى يعني بالمشاهدة، إن قناتي في اللوب لا يتأثروا من الداخل بالبطانة المهاجرة، من الخارج بس، تلتصق في المبيض، تلتصق في الأمعاء، تعمل التصاقات في الرحم كده يعني. الأنبوبة تلتصق في حاجة تانية من الحرب، لكن من الجوه لا. خلينا نروح للجزء الثاني بأسئلة شديدة الأهمية، وأيضا زي ما بيقولوا شديدة القسوة، عشان نبين مين هو بقى المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ من يقوم بالحقن المجهري لحالة فيها بطانة رحم مهاجرة مباشرة؟ دي قضية هي. أي متهم ولا جاني ولا بريء؟ والله شوف، أنا أقول لحضرتك على حاجة، دي مش عايز أقول يعني، مش عايز أقول بريء أو متهم أو جاني، لأن هي لها بعض الاختلافات بين الأطباء وبعضها، وأنا مش عايز أزعل حد يعني. أنا عن نفسي لو حالة فيها بطانة مهاجرة وإيه إم إتش بتاعها واطي، مخزون مبيض واطي، ببدأ على طول بحقن مجهري، ما ببدأش بمنظار، لأن المنظار هيقلل لي. أنا بتكلم عن نفسي. لكن في بعض الزملاء لابد يعمل منظار الاول، لو عنده بطانة، لو عنده ام اتش عالي ممكن يعمل منظار الاول. المنظار هيريحه منه، من فكره البويضات تبقى حلوه. لكن انا بلجأ للنظام العلاجي في الاربع شهور، الالترامو بروتوكول، وديها 4 شهور الاول فيحسن البويضات وبتحمل. ومش عايز اقول لك نتائجهم بعد ما بياخدوا الالترامو بروتوكول ما بتقلش عن 60%، يعني زيها زي الواحده العاديه بالظبط، مفيش ديفرنس خالص. لكن لو في التصاقات شديدة جدا وبطانة الرحم عاملة لها آلام مبرحة جدا، الأفضل أن نعمل لها منظار يعني. البنت، الست اللي عندها، البنت أو حتى الست اللي عندها آلام في الدورة الشهرية شديدة، تعتبر أن الألم الشديد ده بالعكس ده شيء إيجابي أو شيء منطقي يعني، والعيلة بتنقل لها الفكرة دي، وماشية عايشة على المسكنات لما بيجي لها المشكلة دي وما بتروحش للدكتور، التصرف ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ ده متهم. لو الست مامتها واخواتها لاحظوا ان الام الدوره بتبدا مع البنت دي قبلها، قبل الدوره ما تنزل باسبوع مثلا، وتستمر الالام معاها 5 ايام، واهملوا في الفحص وعلاجها، لان غالبا دي بتبقى بطانه مهاجره، واهملوا فيها، فهم ناس متهمين فعلا، وتصل لمرحله اللي بعد المتهم كمان. لان الافضل إن ثقافتنا المصرية تتعدل بإن فكرة البنت تكشف عادي. الرأي بقى أو يعني الاتجاه اللي بيرفض التدخل في بطانة الرحم المهاجرة بالمنظار، بيقول إنه هذا لن يجدي
بأي شكل من الأشكال في نفع، لأن أنا في الآخر مش هقدر أوصل لكل البؤر الخاصة بطنط الرحم المهاجرة. ده ناس بتقول كده. ده جاني. جاني. ده جاني. متفق معك. ده جاني بشكل بشع يعني. ده بيدي البطانة المهاجرة بتبدأ في أول حياة الإنسان درجة أول. تسيبها شوية تخف درجة تانية. أسيبها شوية درجة تالتة. أسيبها شوية درجة رابعة. وأثرت على الحمل وأثرت على كل حاجة في الدنيا بقى. فإن أنا ما اتدخلش من المنظار مبكرا، ده العكس، المفروض أبدأ أتدخل المنظار مبكرا وهي لسه درجة أولى، أشيلها بسهولة جدا في 10 دقايق، لكن أستنى تخش تانية وتالتة ورابعة. ليه كده؟ ليه؟ إيه الفكرة في الإيه؟ في إن أنا أتأخر على العيان ما عملوش منظار، ده خطر رهيب جدا. وبعدين في الأول وفي الآخر إحنا بنبحث عن حاجتين، هل هو ألم ولا حمل؟ يعني هو الهدف الطبيب، هل هو الست دي مخلفة مثلا معاها عيلين وعندها بطانة مهاجرة؟ يبقى بدور على الألم. ما البطانة المهاجرة ماشي على العراضين بس، يا ألم يا منع حمل. إذا العيان بيبحث حسب شكوته، يبحث عن ألم، يبقى عمل له أي وسيلة وقفله بقى الألم. يعني العلاج بس عادي، مش شرط منظار، منظار جراحة أي حاجة، ما دام هو ألم بس أشتغل بأي وسيلة. لكن بدور على الحمل ما فيش غير منظار بس. لا علاج هيجدي ولا جراحة هتجدي. الجراحة هتزيد الطنبل وتعمل سخط أكتر من الأول. الجراحه اللي هي الجراحه المفتوحه، الجراحه العامه العاديه، فتح البطن يعني. ده يعتبر الجريمه يعني. مش طيب صحيح. السؤال الجاي مهم قوي. من يهمل، من يهمل تاريخ المريض الطبي ويهمل تحليلات الهرمونات الخاصه بها، يطنش ويدخل على الموضوع كده بدون النظر الى الحاجتين دول؟ هو ده اللي بتكلم فيه. ده جاني الاي ام اتش لو ما عملوش قبل العمليه هو جاني وخرب بيت العيان، خرب بيته فعلا. يعني انا بيجي لي حالات والله يا دكتور ايمن عامله بطانه مهاجره الايمج بتاعها بقى 2 من 10 3 من 10. ده ما يرضيش ربنا طبعا، لان هو بيعمل ايه؟ شال الكيس وبتنزف، يقعد يكوي يكوي مكان الكيب، كل ما يكوي حته يحرق شويه البيض اللي حواليه، يكوي حته ثانيه يحرق شويه البيض. لا، في ناس بتمسك مكان الكيس كله تحرقه تكويه بالنار. طب هو كل البيض الملامس لهذه الكيمات اتحرق. يعني الواحد لو البيضه اتسلقت ما تنفعش تخصب تجيب جنين تاني، يعني ما تنفعش تجيب كتكوت، يعني باظت اتسلقت. سلق ست. ايوه، ما انت لو سلقت البيض حرقت البيض، ما هو الدنيا باظت خلاص. والله بامانه يعني انا شفت حاجات كتير جدا البيض بتاعها محروق كله. يعني تعالى بقى تعالى بقى بعد هذه الفقره الغير مسلوقه اللي خدت زي ما بيقولوا يعني ويل دان، شرح تفصيلي وتوضيح جدا. هو لازم الانسان يبقى حكيم يعني جدا، اللي بيعمله يبقى فيه حكمه. بالضبط، رحم المهاجره بالذات لازم اكون حكيم. حكيم جدا. تخيل انت عندك مبيض قد كده في قلبه كيس، والبيض مفروش على الكيس. اشيل الكيس اشيل الكيس واكوي البيض ده كله؟ طب انا حرقته كله. وهنا الموازنه بين بين الفوائد والاضرار الناتجه. دي الفكره، الاقي الام اتش بتاعي واطي ما اعملش بقى. وده الطالون البروتوكول. كالعاده بستمتع بالحوار معك، وعندك بقى المرحله الشويه اللي جايين دول كميه اوهام او ربما حقائق. أيوه. عايزك تصلح لي هذه الاوهام والحقائق المحيطه بورم بحاله مرضيه. شفت قلت ورم ازاي؟ بحاله مرضيه وهي قالوا عليها انها ورم كاذب. أيوه فعلا. فيها صفات الورم. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ بطانة الرحم المهاجرة من ناحية الغموض أشبه بمثلث برمودا، غامضة خالص غير معروفة الأسباب. حقيقة. يا أخي. يا لا مجموعة، شوف كلما تعددت النظريات اختلف العلماء. كل واحد بيقول نظرية من شكل. وهي النظرية الأوقع اللي هي نظرية السلومك ثيوري، اللي هو أنسجة موجودة من الطفولة وهي بطن الأم، أنسجة موجودة في مكان معين. خدت بالك معايا؟ اللي هي السلومك ثيوري، اللي هو ايه؟ سيلز موجوده وبتنمو مع هرمونات البنت لما بتكبر. كالعاده بتبهرني وبتسعدني بحاله العلم الرائع والشرح المستفيد وروحك الجميله المشرقه المتعاونه المحبه لكل افراد المجتمع الطبي، وفي نفس الوقت كمان المتفانيه في مجتمعها الرائع جدا المهم جدا في منطقة الدلتا، اسم كبير، أداء وتاريخ عريض جدا من الأداء والمثابرة،
وطبيعتك الشخصية بتفيد هذا، وبشرف كبير لينا وجودك في عائلة الناس الحلوة والدكتور. ده أنا اتشرفت جدا ضمن العائلة يعني. وننتظر منك دايما حلول بشخصيتك الحادة الجميلة اللي هي الحادة الناعمة اللي هي الفاصل يمين شمال اصحى يا عم. ضيف العزيز ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، كان مبهرا وكان ممتعا في الناس الحلوة. خليكم دايما معنا.